كابتن محمد يوسف، اكيد كان ليك مواقف وذكريات كتير مع الكابتن صالح سليم. طبعا يعني هو علامة، الله يرحمه، طبعا علامة بارزة جدا في تاريخ الرياضة المصرية كلها، يعني مش في النادي الأهلي بس، هو علامة بارزة ومرجعية كبيرة جدا وفترة طويلة جدا حتى الآن في النادي الأهلي. يقول لك الله يرحمه كابتن صالح كان بيقول كذا، الله يرحمه كابتن صالح كان بياخد قرارات في الموقف الفلاني كذا. فدي طبعا يعني عايز أقول حاجة من الحاجات اللي زرع فينا حب واحترام النظام في النادي الاهلي ومبادئ النادي الاهلي، وشفناه ازاي بيتصرف، وشفنا ليه مواقف كتيره جدا معانا كفريق اول. يمكن انا طلعت فريق اول طبعا كانت بعد الكابتن اسامه 89 مع ديتريش فايتسا، واستمريت سنوات طبعا لغايه يمكن 99 لما احترفت في تركيا. فكان ليه كان ليه اجتماعات يعني. هي بص انا عايز اقول حاجه، ان برضو كلام الكابتن صالح ونصايح الكابتن صالح لما كان بياخد لاعب يكلمه او يجي يقعد مع الفرقه ويتكلم معاها وكده، على قد ما هي قليله بس قويه وفيها يعني كل ما الزمن يمشي بيه كل ما تلاقي ان كلامه هو الصح. وكان ليه مقوله كابتن اسامه، تفتكر كابتن ايمن لما كان بيجي يجتمع معانا في الفندق في المعسكر كان يقول لك اوعى تتنرفز في المباراه، اوعى تتعصب، مالكش دعوه بالحكم، واوعى تتنرفز واوعى تتعصب، عشان لو انت اتعصبت او اتنرفزت مش هتعرف تفكر ومش هتعرف تلعب بادائك اللي انت معروف عنك او تطلع احسن حاجه عنك. فعلا لما الواحد فضل وكبر وبقى مدرب بقى وبتاع، العصبيه دي اكتر حاجه تخسرك ماتشات سواء كلاعب او مدرب او مسؤول عموما يعني. فالله يرحمه طبعا كان مرجعيه، ليه مواقف كتيره وليه علامات كتيره جدا، وكابتن صالح محتاج حلقات وحلقات. وفي نفس الوقت كمان انا كنت بلاحظ من قوه شخصيته يا كابتن ايمن، من قوه شخصيته كان لا يتاثر بالاعلام او الجمهور او يعني. خلي بالك احنا النهارده بنقول ان في سوشيال ميديا وضغوط وبتاع، لكن اي برضو زمان كان في ضغوط بس مختلفه. مزبوط. يعني كان في ضغوط ان عندك ممكن مباراه تلاقي فيها 80,000 في الاستاد، كان عندك جرايد بتتكلم، كان عندك، فهو كان لا يتاثر يعني. هو كان شخصيه من الشخصيات القويه، بيدرس بيشوف قراراته جوه الغرفه في الاجتماعات وبيطلع بالقرار، ما بيحسبش ردود الافعال، ما بيحسبش هو خد القرار الصح مع المستشارين بتوعه مع مجلس اداره، سواء حاجه خاصه بالكوره يبقى لجنه كوره، حاجه خاصه بالنادي يبقى مجلس اداره وهكذا. وكان بياخد قراراته يعني دون تاثر بقى ايه اتجاه العام ايه والحاجات دي. فده طول عمر النادي الاهلي ماشي كده، وحتى الكابتن حسن وبعدين كابتن خطيب والرؤساء كلهم اللي مسكوا متتاليين كانوا شغالين بالمنهجيه دي. بس كابتن صالح كان هو اللي زرع الحته دي، وهو يمكن يعني الاستاذ في الحته دي. فطبعا يعني ربنا يرحمه ويدخله فسيح جناته. وفي نفس الوقت كمان يعني فعلا مرجعية كبيرة جدا ومرجعية محترمة جدا، وحاجة يتشرف أولاد النادي الأهلي ومسؤولين النادي الأهلي وكل من عمل في النادي الأهلي أو مثل النادي الأهلي إن أيقونة النادي بتاعته أو رئاسة النادي بتاعته هو كابتن صالح سليم.